السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فريد من الجزائر، وتحديدا من الجزائر العاصمة. أكلم حضراتكم دلوقتي من مقام الشهيد هنا عندنا في الجزائر، ده اللي ورايا. أنا كنت عاوز يعني أخوض في موضوع مهم بالنسبة لي، وبعتبره من يعني من أهم ركائز النجاح في الحياة عموما، ألا وهو التواضع. يعني الواحد مننا يعني مهما كانت الأتشيفمنتس اللي حققها في حياته، أو المراحل، أو يعني سواء الإنجازات في الحياة الشخصية أو المهنية، يعني لازم دايما يفضل متذكر إنه ده يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وعليه يعني لازم يعني يبقى دايما متواضع، علشان بإذن الله إن ربنا يرفعه في الحياة الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. يعني اسمح لي يا عبد الله في الأخير يعني إنه يعني أحيي طبعين عندك في مصر، الشعب المصري الشقيق الجميل المحترم، بلوجر الشارع عبد الله والسيد. السلام عليكم. كده تمام، شغالين الاوتو فوكس. ايه كده الضلمه دي؟ رايح مدينه نصر قبل عمر، عندنا تو ميتنج، في اعلان بيقول لك يعني ايه، يعني ايه وليه، يعني عيب، يعني عيب اللي انت عملته ده والله. يعني انت ممكن تلعب على الكروسون، يعني ممكن تلعب على حته يعني لمة الصحاب وهم جعانين، يعني البريك بتاعك، لكن ما تجيبليش واحد قاعد بيتكلم وبيرمي هنتات مش لطيفه وواحده. ايه ده؟ يعني انا ما بزعلش والله العظيم على الاعلانات، اكتر ما بزعل على الناس اللي بتوافق عليه. يعني مين الشركات اللي بتوافق عليه يا عم؟ قولوا ليه يعني كوكب السرعة، سبيستون، فاكر اي حاجة غير كده؟ يا ابني انت جاري يا ابني، عيب تقول ويسا دي. ويسا اسمها وسية. وسية دلوقتي ايه؟ هركب قدامي حلين، يركب لغاية السيدة عائشة، يركب لغاية التحرير، يركب اللي انا اعرفه، لغاية التحرير احسن، واخد اول عباس. طيب احنا هنضطر ايه، ان احنا نحط الكاميرا في الشنطة ونقول شكرا لفريد من الجزائر. وصلنا مدينة نصر الحمد لله. مستني عمر. احيانا كده بشغل البلاي ليست على راندوم، بتجيب لي الاناشيد اللي انا محتاجها بالظبط، بحس ان هي بتبقى حاسه بالمود بتاعي. اكتر اناشيد بحبها بيلخصوا معايا اخر الدنيا دي، وعرفوني كل حاجه، احطهم تحت في الديسكريبشن. I see you. كده كويس؟ برنس هنا بقى. تعال تصور وانت بتعمل كده؟ ايوه ماشي. ايوه يلا يا عم. يلا بينا. احنا دلوقتي رايحين ايه؟ ايوان. Educational Services. مش دي احنا نزلت عليها لينك من قبل كده؟ انت نزلت لينك ان سفر منح لتركيا وكده صح؟ ايوه انت وحازم. انا وحازم نزلنا. هحط اللينك برضو في الديسكريبشن، لو حد احتاج اي حاجه في الشروط، ورق، اي حاجه، احط لهم الفايل ولا اخليهم يتواصلوا مع الصفحه؟ تواصلوا مع الصفحه او معاك. ماشي زي ما ايه. بس احنا من غير قايه. فينك يا قايه؟ متبهدلين من غيرك يا كايا. الله، الجو برد. بابا كان بيقول لي، يقول لي يعني ايه كايا دي؟ انا مش فاهم. العربيه يا بابا. كايا دي يعني الحياه بتاعتي. ماي بارتنر. حلو الشغل ده. ده بتاع الكاميرا بس عادي. هيشتغل صح؟ ان شاء الله. هتدوس مره على دي؟ فيبدأ يتأكتف. لا هو مش بيسجل، بيتأكتف. كده خلصنا الميتينج الحمد لله. دينا واحد تاني بقى. رايحين لجعباص. مستر جعباص، وي ار كامينج. مصر زعلت كايا، فكايا قعدت بتتصلح، واحنا دلوقتي من غيرها. طيب نسيت اقول حاجه، ان اي حد ان شاء الله هيتواصل سواء مع الصفحه او معايا،
فانا هكتب ايميل ليا تحت في الديسكريبشن، يبعت لي اي رسالة هبعت له الفايل بتاع المنحة كله كامل ان شاء الله باذن الله. اجا بص السلام عليكم. طيب احنا هنكون هناك ان شاء الله كمان 10 دقايق. اين محل استبرق فقد تهنا. السلام عليكم. وحشتك. كلنا وحشناك. يا نهار ابيض ازاي يعني؟ مستر فلوجر الشارع. مستر فلوجر الشارع. شفتك سبور قبل كده؟ ده انا على طول سبور والله. ما حدش شافك سبور قبل كده؟ بعد الشغل بروح الجيم. خلاص خلاص. احنا جاهزين. مبارك على على الست الجديده. اسلم عليها يا لطفي. والله انا ليا الشرف ان انا اطلع في الكاميرا الجديده. انت والله يا ابني الكاميرا الجديده هي اللي شادي. زادت ريزولوشن وبيكسلز. بمناسبه الاعلانات التافهه دي، فانا كنت بقول ايه، ان احنا لازم ندور على حد. يعني في ناس اصلا في حياتك، في ناس في حياتك بتستفز كبرياك الابداعي. ده كلام ديف منمق صح. شوف جامد. انا ايه بعمل فلوج وخلاص. ركز معاك كده. والله يعني شدتني. يعني ايه بقى الناس دي بتستفز كبرياك الابداعي؟ ان هما بيكريتوا حاجة قدامك كويسة، فخليك تفكر طب يعني هو احسن مني في ايه لما هو يطلع ايديا زي دي انا معرفش اطلعها. بس احنا عندنا مسلمات. يعني ايه؟ يعني بيقولك ده نوع من الاعلانات بيستفزك علشان تعمل، فعمل لك قوليه واديني الكيكة يا ماما. دي نوع. طيب انا ليه بقى ما بتكرش حاجة كويسة؟ طب انا اصلا المسلمات اللي عندي دي بتحصل ليه؟ يعني مثلا واحد بيقول لي انت مبطل سكر بالك قد ايه؟ يعني مثلا قلت لك 45 يوم، ده معناه ان انا مبطل بقالي 45 يوم وبعد كده ايه هبتدي اكل سكر تاني؟ لا، انا مبطل خلاص مش هعمله تاني. طب ليه بقى؟ ليه انا مش باكل سكر؟ لو قلت لك علشان مضر بالصحه وكده فانت مش هتقتنع. ليه مثلا انت تبطل سكر؟ لو انا مثلا ابتديت اشرح لك وقلت لك ايه مثلا، انت عارف ان العصير الفريش اصلا خطر؟ لا. طيب ليه بقى؟ انت مثلا ما بتيجي تاكل برتقانه بتاكل 2 مثلا، فالبرتقانه فيها ايه؟ فيها فيتامين وفايبر واملاح معدنيه وسكر، فانت الاربع عناصر اللي موجودين بينزلوا جسمك ياخدوا الهضم الطبيعي ومن السكر رايح للكبد. طب انت جيت تعمل عصير فريش هتعصر برتقانتين؟ لا. هتعصر 4؟ ستة. نفترض ان انت عصرت 4 برتقانات. اربع برتقانات فيهم كل، نفترض ان كل واحده فيها 50 كالوري، فانت عصرت الاربعة، املاح معدنيه مفيش، فايبرز مفيش، فانت نازل لايه؟ للكبد سكر، فالكبد راح له 200 كالوري مره واحده، مش عارف يتعامل معاه. فقال لي البنكرياس يخزنهم لي على هيئه ايه؟ دهون. فابتدى البنكرياس يخزنهم على هيئه دهون. انا اما اقول لك كده انت هتبتدي تقتنع، مش هيبقى عندك حاجات مسلمات. يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، مستبرك دلوقتي عامله البينك اهو والرجاله اللي بتلبسه صح، يقول لك لا البينك ده بناتي. ايوه، مين اللي حط لك، مين اللي زرع في دماغك المعتقد ده وانت خلاص سلمت بيه ان البينك ده بناتي وان لو لبست شراب بينك بناتي؟ ما تسلمش بمعتقد غير لما، طالما ربنا ما قالوش والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش خلاص ما فيش حاجه مسلمه. فانت لازم تفكر. فده اللي انا بقوله، ان الناس بتعمل ادز شبه بعض وخلاص. طب ليه انا يبقى انا كده احيانا محتاج ان في واحد يجي يستفزني عشان يخليني اعمل حاجه جديده صح؟ تمام. فانت قصدك ان احنا مين اللي حط لنا معتقدات ان الاعلانات الحلوه شكلها كده بالظبط، فاحنا نبدا نالف شكل جديد للاعلانات. نبتكر يا عم، ما ناخدش حاجه مسلمه كده، ما يبقاش عندنا ستاندر ماشيين عليه. انا اقول لك بطل سكر ما تقوليش ده انا بطلت عشان عبد الله بطل، ده انا بطلت عشان ده بطل. لازم تبحث في الموضوع تعرف انت بطلت ليه. لازم الموضوع يعدي عندك على كذا فلتر. الحديث قلت لك اللي بتسمعه يعدي عندك، الحديث ده صحيح ولا لا، قوي ضعيف ولا قوي، بعده ضعيف ولا قوي، طب هو مين عن مين، فاهم؟ اكتر الحاجات خطر ان انت تحطها في خانه المسلمات دي نظام اكلك وتغذيتك. مش معنى ان اللايف ستايل بتاع العالم كله ماشي بياكل الكبده من الشارع وبيضرب جوس فريش ورايح الجيم يبقى ده صح. هو الموضوع كله في الاخر احنا عايزين نبيع. بقينا بتناحه، بقينا بقى ابن لذين عادي، بيعمل ايه بقى؟ بقينا بتناحه بقينا بلطافه، بقينا باقناع، احنا عايزين نبيع. ايوه اهو. ايه في صبعه؟ لا يا باشا. اما ايه بقى؟ مش فاهم يا جدعان، معلش. اعمل كده بسرعه كده. كده 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 اهو كده. لا تاني بقى.
كده هنقفل الفلوج مرتين تاني. ده عايزه تمرين جيم. ايوه يا ابني انت فاكرني ايه يا ابني؟ ده قعدت 52 فلوج بتمرن عليها. ايوه ف7 الصبح حركت خمسة و نزلت 5. ازيك؟ ايوه انا خير. يا لهوي ماشي. ايه ريحت على البروفيوم؟ كنت هكسر كل المحل. كان كل استبرك هيتكسر. كله على حسابك حريمي ورجالي. على حسابك يا حازم بقى. 43 حته اضرب في 50. 43 في 50. انتوا تاخدوا الكاميرا ارخص.